في مرة أخرى ذهب جندي روماني إلى يسوع. أرجوك، خادمي مريض جداً وأخشى أن يموت. لا تقلق، سأذهب لأشفيه. لا يا معلم، أنا غير مستحق أن تدخل منزلي، فقط قل كلمة، قلها وسيشفى خادمي. تأثر يسوع من إيمان الجندي، فماذا حدث؟ شفى يسوع خادم الجندي. أتت مريم والجندي إلى يسوع لطلب المساعدة من أجل الآخرين، وبنفس الطريقة يستطيع القديسون الذين في السماء أن يطلبوا من الله لأجلنا. علينا أن نتذكر أنهم يحبوننا ويفهموننا.